فيما يخص القفطان يا رحمة، قفطان. ايه القفطان ده؟ القفطان ده لبس مغاربي، هو زي العباية بس هو مش عباية، بيبقى مطرز هاند ميد. كل حاجة فيه بتبقى هاند ميد، وحتى بيتقفل بزرار، بزراير. الزراير دي معمولة بخيط حرير برضو هاند ميد. زراير حاجة قيمة جدا على فكرة، وحاجة غالية. وبيبقى ليه حزام، وبيبقى يا اما زي عباية كده وتحتيها بنطلون، يا اما في بنات ما بيحبوش يلبسوا بنطلون، فبتبقى عامل زي فونت كده صغير وبيتقفل. ده انتشر في مصر برضو الفترة دي. انتشر يعني اغلبية الناس في مصر في الحفلات وفي السحور، يعني في الفطار وفي السحور هتلاقي ان في بنات وستات لابسين كتير لابسينه، والوانه حلوة قوي، الازرق والاصفر شوية والاحمر. بس انا مبسوطة بده، مبسوطة ان اللبس المغاربي بدأ ينتشر في الـ في الـ في الـ يعني في الوطن العربي في مصر. غالي انا مبسوطة بده. ايه؟ غالي؟ هو هناك في المغرب وفي تونس غالي. طب هنا برضو بيتباع غالي على فكرة. هو حرير؟ بيبقى قماشه بيختلف، يعني انت بتبقى على حسب الطلب او حسب الاوردر بتاع الزبونه، بس هو غالي عموما علشان التطريز بتاعه هو اللي بياخد وقت. هو انت بتقولي هاند ميد؟ هاند ميد طبعا بيبقى غالي جدا.